إذن مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر الصباحي وصباحكم سعيد مشاهدينا الكرام. جينا اليوم الحي الصناعي بمنطقة التشارك، بحي الحي الصناعي التشارك بمنطقة موني رشيد مدينة الدار البيضاء، باش ننقل لكم المعاناة ديال المرأة المغربية. شوفوا كيفاش أن فتيات جميلات نساء في مقتبل العمر، هن أمهات أكيد، كنحاولوا ما أمكن بأننا نبقاو بعاد شيئا ما باش ما يبانش الوجه، ولكن كتشوفوا بأن النساء في مقتبل العمر كيكبوا في هذه الدرجة الثلاثية العجلات من أجل الوصول إلى مقرات العمل ديالهم. هاد الحي اللي معروف بالكونفيكسيون، شركات ديال الخياطة، هانتوما كتشوفوا شابة في مقتبل العمر حتى هي نزلات من التريبورتور، جايين باش يخدمو باش يقلبو على رزق الحلال، طرف ديال الخبز الحلال. بإمكانهم أنهم تا هما يمشيو لطرق أخرى لا داعي للذكر ديالها، واللي هذاك الثمن اللي غادي يشدوه ولا يحصلوا عليه في يوم ديال العمل او يومين، يحصلوا عليه في ساعة او نص ساعة، ولكن هن اختارنا الحلال. هاد النساء اختاروا الحلال، بغاو فلوس الحلال، بغاو هذاك الرزق اللي غادي يديو لعائلتهم لولادهم للاباء وللامهات ديالهم يكون حلال. برافو. والاكثر من ذلك هو ان هذا الشيء كيتم في الظروف ديال الليل، باقي الليل، باقي الظلام، منين ركبوا، منين جاوا، كيفاش خرجوا من ديورهم، اكيد اسئله اخرى تطرح. كيفاش هاد النساء، هاد الناس كيجيو حتى لهنا مساكن باش يخدموا، الله يسهل عليهم. هاد الشيء ما كيقللش من القيمه ديالهم، بالعكس حنا نبقاو ديما بعاد، شي ما كيقللش من القيمه ديالهم، بالعكس كيستحقوا تنويه، كيستحقوا انهم يتشكروا على هاد الاعمال اللي كيقوموا بها. اكيد هاد الناس هما، هاد النساء هما اللي كيخيطوا، كيخيطوا لنا حوايجنا، هما اللي كيصيبوا الملابس اللي كنشريو لينا والوليدات ديالنا هنا بالحي الصناعي بمنطقة موني رشيد مدينة الدار البيضاء، جايين في هذا الصباح الباكر من أجل الأداء ديال الواجب المهني ديالهم. اللي جاي على رجليه، كاين اللي جاي على رجليها، كاين اللي جاي في تريبورتور، كاين اللي جاي في الترامواي، كاين اللي جاي المهم هو ان الهدف ديالهم هو الحصول على الرزق ديالهم بالحلال. هانتوما كتشوفوا كينزلوا من تريبورتور، كنحاولوا ما امكن اننا ما نبينوش الوجوه، بالفعل نورا نور، قالت الله يحسن العوان، بالفعل الله يحسن العوان والله يسهل عليهم والله يعاونهم. النساء بألف رجال، لان كاين راجل دابا اللي راه جالس في الدار وناعس وكيتسنى هاد النساء هادو يجيبوا لهم القوت ديالو ولا يصرفوا عليه ولا يخدموا عليه. هاد النساء حقيقة هانتوما كتشوفوا هاد النساء خصنا نصفقوا لهم، خصنا نرفعوا لهم نحييهم بحرارة، انهم
جايين يخدموا في هذا الوقت المظلم الباكر من الصباح ويؤديوا الواجب المهني ديالهم باش يحصلوا على القوت اليومي بالحلال. عزيز كازا بالفعل خويا عزيز، الناس كيحصلوا على القوت اليومي بالحلال من كل المشاهدين اللي كيتابعوا هذا المباشر باش يشجعوا هاد النساء، يشجعوا هاد الامهات، هاد الاخوات، هاد النساء اللي حقيقه بالفعل خاصنا نصفقوا لهم تحيه كبيره لهم، لانهم كيقلبوا على كيف كنقولوا على الرزق ديالهم، على طرف الخبز ديالهم بالعلن. حقيقه كنبغيوش نقربوا لهم، ولكن منهن نساء جميلات وجايين يخليوا الجمال في الجانب وكيخرجوا كيف كنقولوا المغاربة حنا، كيعيوا على كتافهم وكيخدموا باش يحصلوا على طرف الخبز ديالهم بالعلن. تنبرافو للمرأة المغربية اللي كتجسد في هاد النساء اللي كاينين هنا في الحي الصناعي بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء. هذه هي المرأة المغربية اللي خصنا نفتخروا بها. هانتوما كتشوفوا عدد من درجة ثلاثية العجلات اللي كنسميوها حنا تريبوطور جايين في هذا الأثناء من أجل نقل عدد من اخواتنا، امهاتنا، بناتنا من اجل اداء الواجب المهني ديالهم. ها هما نتمنى من المشاهدين الكرام المتابعين اللي كيتابعونا يشكروا هاد النساء ويبلغوهم يكتبوا لهم رسائل ديال التقدير وديال الاحترام. حقيقة كيستاهلوا بالفعل كل التقدير والاحترام. شوفوا نازلة في 7:21 معاش خرجت من الدار. فين غادا غادا تخدم، معاش خرجت من الدار، معاش فاقت. أكيد أكيد ماشي كلهم راهم بلا وليدات، أكيد العدد واحد النسبة كبيرة منهم مزوجات وعندهم وليدات، وليداتهم كيقراو وناضوا وجدوا الفطور، وجدوا الفطور الزوج، وجدوا الفطور للوليدات وخرجوا مساكن باش يخدموا. برافو، هذا ماشي الطريقه اللي كنهضر عليهم. ما كنظنش بان شي حد يقول بانك لا طيعتي منهم، لا بالعكس، تعاطفنا معاهم، خواتاتنا هادو عيالاتنا، وللتذكير للتذكير الزوجه ديالي انا حاليا كانت خدامه هنا في الحي الصناعي، كانت كدير خياطه هنا
وزوج بها، وافتخر بانني بانني مزوج بوحده من هنا من هذا الحي الصناعي سميرة، تاج فوق راسي اللي ما عمو يقدر يطيح حتى نموت. شكرا للمشاهدين الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم. بقوا معنا، احنا باقين فايقين معكم. انا تشوف تيفي بعيوني التي لا تنام، باقا فايقة معكم.